حصلها وليد القاسم كرة معاه تطلع كرة برا الملعب اوت من عبد العزيز العبري. رامي الدماج اللعب الى جيريس بلاتيني اللي بيلعبها كان خطير يا بلاتيني بيلعبها لعبة لسج لان منتخب الكويت الوطني يعتمد على كشف التسلل فاللاعب طلع بالوقت المناسب طلع سج بالوقت المناسب بلاتيني لعبها لا في مكان شوف فيها شك انها اوف سايد كره ملعوبه مساعد الحكم ما رفع رايه ابدا وهذا اللي انا خايف منه الاعتماد على اللعبه بطريقه كشف التسلل طبعا هي في حد ذاتها خطره جدا ايضا لو غفل مساعد الحكم ومثل ما حصل ثالث الهدف الثالث في مرمى منتخب الكويت الوطني في الدقيقه 5 من زمن الشوط الثاني.